في الوطن العربي الكبير أحي بكم وأرحب بحضراتكم في هذا المساء الجميل في مساء الوثباء وفي الختامية السنوية الكبير حيث انطلاقات سن الحقائق في أول أيامها في منافساتها وتحدياتها الكبيرة لينطلق شوطنا الثامن بحفظ من الله وتوفيق حاملا منافسات الإبكار. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح للجميع مباشرة إلى مزيونة، مزيونة اللي على المركز الأول لأحمد بن عتيج بن محمد العميمي، بينما وسام بالمركز الثاني لمبارك بن حديب بن مبارك الهشامي. انتقل إلى المركز الثالث وتحول إلى ترحيب خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الرابع وصلت شلة وتقدمت شعار علي بن عبيد بن محدن الاكتبي، بينما المركز الخامس اللي تواصلت في هذه اللحظات وتحركت بالمركز الخامس، تحركت بالأداء الجميل الذيبة بشعار سعيد بن سالم بن راشد الدرعي، بينما المركز السادس غزل لمحمد بن سليم بن سالم العفاري. المركز السابع وصلت في هذه اللحظات، وصلت دمعة من فرح، بدأت تتحرك لحمد بن سهيل بن خيرات العامري. انتقل وتحول إلى المركز الثامن أجد الأغزيل بشعار علي بن راشد بن محمد المري، بينما المركز العاشر فهناك حدث وحدث القادمة لفهد بن زبار. هناك فهد بن زبران بن محمد العجمي واصلا مع حدث، ولكن أعود إلى بن رشيد، أعود إلى الجديد مع بن رشيد السويدي يتقدم على المركز الأول، يتقدم مع انطلاقة وتحديات ترحيب. بدأت ترحب بالمركز الأول والمركز الأول يرحب بترحيب، المركز الثاني غزل بدأت هنا تسير لمحمد بن سليم بن سالم العفاري. انتقل وتحول إلى المركز الثالث الغزيل، تقدمت بشعار علي بن راشد بن محمد المري. المركز الرابع وصول من وسام لمبارك بن هديب بن مبارك الهشامي، ولكن الشامخة اللي على المركز الخامس لحمد بن سعيد بن محمد بن زارة، ووصلت في هذه اللحظات وصلت الظبي لعلي بن سعيد بسلمة المنصوري. تتحرك هنا في هذه اللحظات، تتحرك الظبي، ومن الجانب الآخر جلمودة لسعيد بن محمد بن دلهم الهاجري يتقدم الخمسة مع الخمسمائة متر الأخيرة. يا سلام المنافسة، واللي تدخلت الوثبة لمحمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي بدا يعانق المركز الأول بكل حب بكل لهفة بكل اشتياق. هذا هو بن مصلح يتقدم على الوثبة، على أرضية ميدان الوثبة. هذه الوثبه
لمحمد بن حمد بن مصرح بن جمهور الأحبابي بن جمهور يحيي الجمهور ويهديهم هذا الفوز والانتصار. سلام الوثب سلام. المركز الثاني وصلت هناك هناك جلمودة لسعيد بن محمد بن دلهم الهاجري. المركز الثالث هناك وصلت بالمركز الثالث هي شانية حمد بن محمد بن سيف العامري. المركز الرابع كانت حاضرة هي هناك مع ايضا بهجة لسهيل بن نصيب بن اطباع العامري. المركز الخامس كانت مع دمعة لحمد بن سهيل بن خيرات العامري. اذا متابعين الكرام، الوثبة على ارضية ميدان الوثبة تهدي مالكها محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي هذا الفوز والانتصار المستحق والجميل. ها هي اللقطات مع خط النهاية وحماس الجمهور من انطلاقة وتحديات الوثبة حيث انتزعت هذا الفوز والانتصار. 5:54 وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا لك يا مالك الوثبة. المركز الثاني وصلت في جلمودة، أدت عرض رائع، تشكر عليه لسعيد بن محمد بن دلهم الهاجري، وتوقيت الزمني 5:55 وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثالث كانت هناك الشاهنية لحمد 5:55 وتسعة أجزاء من الثانية هي الشاهنية لحمد بن محمد بن سيف بن عيف العامري من حصلت على المركز الثالث في هذا الشوط. تهانينا والناموس.